السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة غيام. موضوع اليوم عن صياد قرر يصيد ويطلع في الغابة يدور على غزال، يدور على زرافة، يدور على أي كائن حي يستطيع صيده. لكن هذا الصياد عندما وجد أحد أنواع الغزلان تراجع عن صيده. لماذا تراجع عن صيد الغزال؟ علما أنه كان يريد أن يصطاد. نترككم الآن لمشاهدة الفيديو والحكم على هذا. كما ترون الصياد يجهز الرمح لكي يصطاد هذا الغزال. الصياد ماهر ويستطيع من هذه المسافة بكل بساطة أن يصطاد، لكن حينما شاهد براءة هذا الغزال وعدم خوفه من الصياد فقد حن قلبه ولم يقم بصيده، علما أنه صيد ثمين. حاول الغزال الهرب قليلا لكنه بقي، مما زاد تمسكه بقراره. الصياد قرر التمسك بقراره بعدم صيد هذا الغزال. سبحان الله، يبقى الإنسان رؤوفا رحيم حتى في الأشياء المحللة له، وهذا يعطي درسا للإنسانية. يا ريت تكتبوا لنا بتعليقكم ليش لم يصطاد الغزال. كان معكم أخوكم أبو يانا، تحياتي لكم.